بص البوي سايد انيميا دي عباره عن زياده الدم. البوي سايد انيميا دي بين قوسين عكس الانيميا، زياده الار بي سي يعني العيان عنده دم زياده. هتقول انت هنا كده الاتي ان البوي سايد انيميا زياده ار بي سيز، زياده هيموجلوبين، زياده هيماتوكريت. طب ما هو الثلاثه دول لما كانوا ناقصين كان المرض انيميا. بس الحقيقه يعني ان العيانين اللي عندهم بولي سايدين يعني الدم بتاعهم زايد هو عكس عيان الانيميا اللي الدم بتاعه ناقص. وان انت هتلاقي في عيان البولي سايدين عدد الار بي سيز زايده والهيموجلوبين كونسنتريشن زايد والهيماتوكريت زايد، وده مظبوط جدا. بس عشان تشخص البولي سايدين صح مش بشخصها بالثلاثه دول. الحاجه استبلش الدايجنوز بتاع البوليسايدينيا الدقيقه قوي الاكيوريت قوي مظبوطه قوي قياس تاني خالص، بالرغم ان الثلاثه دول صح جدا وهتلاقي الثلاثه دول زايدين جدا. بس عشان انت تحلف ان فعلا العيان ده عنده ترو بوليسايدينيا وعنده بوليسايدينيا مظبوطه جدا جدا لازم تقيسها بقياس تاني خالص. القياس ده اسمه ريد سيل ماس، ده الديفينيشن بتاع البوليسايدينيا. يبقى زايد الريد سيل ماس ده ايه؟ الريد سيل ماس ده بيقيس حجم الار بي سيز في الدم بتاعك ويعمل له نسبه مع الوزن بتاعك، يعني يقيس الفوليوم بتاع الار بي سيز على البودي ويت. ده اسمه ريد سيل ماس، يعني كتله الدم الاحمر. كتله الدم الاحمر القياس بتاعها بيتقاس بان انت تقيس حجم الار بي سيز حجما وتقسمها على الوزن بتاعك. طب ودي بتتقاس ازاي؟ مش انت بتقيسها مالكش علاقه بيها، بتتقاس في السيزيوم، في اسم السيزيوم اللي هو اللي بيقيس كل حاجه ايه؟ راديو اكتف. يعني القياس ده راديو اكتف ستادي، بتتقاس في اسم السيزيوم ويقدر يعرف في قد ايه كتله ار بي سي لكل كيلوجرام بودي ويت. في الميل بتبقى 6 نورمال 36 ملليلتر لكل كي جي. ملليلتر ده اللي هو ايه؟ وحده قياس ايه؟ فوليوم، حجم، اللي هي كيوبيك سنتيمتر اللي هو سنتيمتر كيوبت تو ذا باور اوف 3 اللي هو مكعب، يعني كيوبيك سنتيمتر دي مش اريا ده فوليوم، ويقسمها على ال 1 كيلو جرام. يطلع ان الميل كده والفيميل 32 ملليلتر بير كي جي. دايما قلنا قبل كده ان الميل اكتر من الفيميل، في سبب في الميل يزود الدم الاحمر اللي هو الاندروجين، وفي سبب في الفيميل ينقص المنستريشن. وبناء عليه ده في الميل وده في الفيميل. هتقول لي طب ودول الثلاثه دول؟ الثلاثه دول زايدين برضه، بس ده اللي اكيوريت قوي في القياس، لان انت عارف ان ممكن جدا يحصل حاجه هقولها بعد شويه اسمها فولس بوليسايدينيا، يعني بوليسايدينيا مش حقيقيه. عشان نقيس مظبوط قوي ان عنده فعلا بوليسايدينيا الديفينيشن يقع من غير ما تقول زياده في الريد سيل ماس، بيتقاس في اسم السيزيوم بواسطه راديو اكتف ستادي، بيقول لك قد ايه حجم الار بي سي بالنسبه للوزن بتاعك. وده قياس دقيق جدا عشان تو استابلش ذا دايجنوزس اوف بوليسايدينيا. ترجع تاني تقسم زياده الار بي سيز ده لعنوانين. هقول لك بقى حاجه، لان احنا هنشرحها بطريقه ثانيه خالص غير المكتوبه في الكتاب، لان لازم تمشي بالطريقه دي. شوف زياده الار بي سيز دي اللي هي بين قوسين بولي سايدينيا هترجع تقسمهم لعنوانين. هقولها بالطريقه دي ودي مظبوطه جدا، برايمري وسكندري. البرايمري دي بين قوسين نو كوز، سببها مش معروف. السكندري دي بين قوسين ليها سبب، سبب كل ده لايه؟ لزياده الار بي سيز. اللي سببها مش معروف دي بين قوسين سرطان الار بي سيز، كانسر اسمها بوليسايدينيا روبرا فيرا، ده مالجنت بروليفريشن. طب هو الكانسر احنا ما نعرفش سببه خالص، ابدا ما نعرفش سببه خالص. اللي بيجرى ايه؟ اللي بيجرى ان الجون ده بيتجنن في الخط الاحمر. لا، ده المالجنسي هنا هتقول كانسر فين؟ ار بي سيز بليتلتس وايت ديزيز، باينه الطريقه، باينه معناها ايه؟ معناها ان المالجنسي هنا بتمسك مينلي مش اونلي في الخط الاحمر. الخط الاحمر هو اسمه اريثرويد سيريز، والخط الابيض مايلويد سيريز، والخط البليتلتس ميجا كاريوسايت، بس هي مينلي فين؟ في الار بي سيز. فبيقولوا عليه تجاوزا كانسر بتاع ار بي سيز، هو مش ار بي سيز فقط. يعني معنى كده ان انت في العيانين دول لما تيجي تفتح البول مارو وتعد السيلز البروليفريتنج، تعد السيلز اللي اتقسمت اللي حصل لهم مالجنسي، تلاقي زياده في مين من الثلاثه دول؟ الثلاثه، بس اكتر واحد الار بي سيز. طب ولو عملت صوره دم، ما هو اللي في البول مارو بعد كده بيتنقل للبلد. طب لو عملت صوره دم تلاقي مين من الثلاثه زايد؟ الثلاثه، بس مين ليه؟ الار بي سيز، ده مؤكد. وعشان كده بيسموه تجاوزا سرطان الار بي سيز. سببه ايه؟ ما نعرفش. امال ده ايه؟ ده بلاد مالجنسي. وده بيتسمى بين قوسين ام بي دي، مايو بروليفريتيف ديسوردر. اللي حصل له بروليفريشن هنا مين لمين؟ الار بي سيز. لا، المره اللي فاتت في السي ام ال كرونيك مايلويد لوكيميا كان الخط بتاع المايلويد،
اللي هو النيوتروفيلز. في ده الزباني بتاع البليتلتس، هتلاقي البليتلتس. في واحده رابعه مايلوبروليفريتيف ديس اوردر اللي هو الفايبروزس فايبروبلاست. بس هنا انا بتكلم مني على الار بي سي، وده واحد من اعضاء المايلوبروليفريتيف ديس اوردر ده كانسر. ايه اللي خلى السيلز هنا يحصل لها مالجنت بروليفريشن؟ ما نعرفش. هو انت دايما تعرف ان الار بي سي مين اللي بيزودها؟ اريثروبويتين. طب هل الاريثروبويتين هنا هو اللي متهم ان زود الار بي سي ولا لا؟ لا طبعا ملوش علاقه خالص. امال هنا مين اللي متهم؟ مالجنت كانسر. هل علاقه الاريثروبويتين؟ لا. هل هي سكندري اريثروبويزس؟ لا. سببها ايه؟ ما نعرفش. دي مالجنسي بيور. امال الناحيه دي ايه؟ الناحيه دي ليها سبب. سبب عمل ايه؟ سبب زود انتاج ار بي سيز اونلي فقط، مش نيملي ار بي سيز فقط. يعني حصل سبب اشتغل على عمليه تصنيع الخط الايه؟ الاحمر فقط. مين ده السبب اللي بيعمل كده؟ في لسته اسباب طويله عريضه. نمره واحد، خليني الاول اتكلم على الاسباب اللي هنا. الاسباب اللي هنا دي حاجات كتيره جدا. نمره واحد، كرونيك هايبوكسيا. صح الهايبوكسيا تطلع ار بي سيز؟ بص البلاد هنا هايبوكسيك، يروح على الكيدني هايبوكسيك. الكيدني تحس ان في هايبوكسيك بتطلع رينين، ما انا جاي الكيدني تحس ان في هايبوكسيك بتطلع اريثروبويتين. هو ده انا عايزه، اريثروبويتين بيطلع من الكيدني، يلف البلاد، يلف يروح على الجمر، يشغل اريثروبويزس، دي خط احمر بس، يوم يزيد الار بي سيز تلاقي وش العيان احمر. اشهر سبب للكرونيك هايبوكسيا كرونيك لانج ديزيزز، واشهر سبب للكرونيك لانج ديزيزز سي او بي دي. لو قال لك مين الكرونيك هايبوكسيا قول له مليون سبب، وسمع من كتاب التشيست كله. لكن الموست كومن فيهم هو سي او بي دي. ليه سي او بي دي كومن؟ لانها بتيجي في راجل كبير في السن بيدخن. كتاب التشيست كله ما كانش فيه بالغ خالص الا باستثناء. ليه؟ لان دايما في هايبوكسيا، والهايبوكسيا ما بتعملش بالغ، ما بتعملش لون ابيض، دي بالعكس بتعمل احمر، ولو استبدت قوي يزاق. طب يبقى لونه احمر. طب احنا رحنا قبل كده درس السي او بي دي، كان من ضمن الكلينيكال بيك كومبليكيشنز كان في المربع بتاعت السي او بي دي سكندري بوليسايزينيا ولا لا؟ طب روح كده على الصفحه كتاب فيه سي او بي دي، روح كده على السي او بي دي وافتح درس ودور على المربع بتاع الكومبليكيشنز كده وشوف فيه موجود سي او بي دي فيه من ضمن الكومبليكيشنز بتاعته سكندري بوليسايزينيا ولا لا؟ صفحه 109. طب بص عليها كده، موجوده دي من ضمن الكومبليكيشنز في سكندري بوليسايزينيا ولا لا؟ هنذاكر من الحته دي. خلي بالك اللي عمل سكندري بوليسايزينيا كرونيك هايبوكسيا. نمره اثنين، بس خلي بالك لما تكتبها في ريتم مش السي او بي دي هو السبب الوحيد. طبعا لا، ده اي حاجه بتعمل كرونيك هايبوكسيا لما بتطلع اريثروبويتين. اروح انا قايل بقى ان في سبب ثاني، كورتيكوستيرويدز. طب اذا انت قلت كورتيكوستيرويدز بيعمل بوليسايزينيا يبقى تقدر تقول مرض اسمه كوشنج. ما هي هي، لان الكورتيكوستيرويد ده انت بتدي العيان كورتيزون من بره، لكن الكوشنج بتطلع له كورتيزون من جوه. في الحالتين الكورتيزون في الدم زي. طب هو الكورتيزون ده بيشغل اريثروبويسس. روح على عيان عنده كوشنج او عيان برونكيال ازمه بقاله سنين طويله بياخد كورتيزون، تلاقي وشه احمر بسبب البوليسيلين. قال اثنين بيشغل اريثروبويسس، الكورتيكوستيرويدز ما خدناهاش لسه، من ضمن الاكشن بتاعه بيستيميوليت اريثروبويسس. اثنين، ثلاثه، امراض كتيره فيها الحكايه دي اللي هي ايه؟ اللي فيها بوليسايدينيا. ثالث حاجه يلا اسرع شويه. يبقى اتش سي سي بيتو سيلر كارسينوما ده ايه ده؟ ده كانسر ليفر. دي بين قوسين بارا مالجنت. يعني ايه بارا مالجنت؟ يعني التيومر قاعد فين؟ في الليفر. التيومر قاعد في الليفر وبيكتب بيطلع اريثروبويتين. يعني المفروض الليفر كده وفي هنا تيومر. التيومر اللي في الليفر ده اسمه اتش سي سي، اختصار ايه ده؟ فاتو سيلر كارسينوما بينتج اريثروبويتين. فهو الاريثروبويتين طالع من الورم، دي بارا مالجنت. خدنا مره قبل كده في فات الشست درس برونكوجينيك كارسينوما بارا مالجنت مانيفستيشنز، ورم في البرونكوجينيك كارسينوما وعمال ينتج هرمونات. طب هل احنا قلنا الاريثروبويتين ده والبوليسايدين مع البرونكوجينيك كارسينوما؟ لا مش لازم، لان كل تيومر ليه اخلاق معينه. البروكوجينيك كارسينوما مش من ضمن السلوك بتاعته، مش من ضمن البيهيفير بتاعته بينتج اتش سي سي اريثروبويتين. ما كان بينتج ايه؟ كان بينتج انسولين، استروجين، انتي بايوتيك هرمون، اي سي تي اتش وكده، وباراثورمون ليه، لكن ما كانش بينتج اريثروبويتين. مش لازم، لكن ده بينتج اريثروبويتين وبيعمل بارا مالجنت مانيفستيشنز. ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، اربعه، تيومرز بتاعت الكيدني. مرض في الكيدني دي غريبه شويه، هايدرونيفروزس وهايبر نيفروما. الهايبر نيفروما ده كانسر كيدني، ده مرض سرطان الكيدني، ورم كيدني. امال ايه الهايدرونيفروزس دي؟ السنة الجاية هناخدها ان شاء الله في المسالك في الجراحة. الهايدرونيفروزس ده عيان الكيدني بتاعته بدل ما قد كده بقت قد كده.
دايليتد يوجلي دايليتد كيدني. اشهر سبب ليها انسداد. عارف لو انت شفت ان الكيدني كده بالمنظر ده وده مجرى الكيدني كده اليوريتر كده عملت حصوه هنا في اليوريتر. الكيدني دي بيحصل لها ايه؟ دايليتيشن اند انلارجمنت اسمها هايبرنفروزس. طب يعني حجمها كده هل دي فعلا ار بي سي زادت ولا فوليوم قل؟ ده مركزه كونسنتريت قل. طب يبقى معنى كده ان الار بي سي هنا مركزه كونسنتريت. هل دي فعلا ار بي سي زادت ولا فوليوم قل؟ ده فوليوم قل. بيفيري فولي فولس بوليسايدينيا ملهاش قيمه خالص، لكن في كل اسباب السكندري بوليسايدينيا دي في كل الاسباب اللي هنا اللي تحت عنوان كوز، الموست كومن كوز هو كرونيك هايبوكسيا. عارف اكتر من 99.99999% من اسباب السكندري بوليسايدينيا كرونيك هايبوكسيا. كرونيك هايبوكسيا واشهر سبب هنا وبناء عليه نكمل الفروقات بقى بالديو دي. هنا في كوز واشهر حاجه ايه؟ كرونيك هايبوكسيا. كان في 99.9 يعني 100% تقريبا، بقيه الاسباب دي نادره جدا. فبناء عليه لو حبيت تقارن بالديو دي بين السكندري اللي هي سبب وبين برايمري اللي هو كانسر تقيس الاكسجين ساتوريشن هنا يطلع ناقص، لان ده السبب 99%. تقيس الاكسجين ساتوريشن هنا يطلع نورمال، ملوش دعوه بالموضوع خالص، مش هو ده اللي سبب اريثروسايتوز. امال ايه اللي زود الار بي سيز هنا؟ مالجننت بروليفريشن، ملهاش دعوه خالص بالنقص الاكسجين ساتوريشن. فتقول نورمال اكسجين ساتوريشن. طب هي كلمه نورمال اكسجين ساتوريشن دي نورمال ليه؟ لان الكانسر ده كانسر، طلع المالجنسي في الار بي سيز مسك في الار بي سيز بصرف النظر عن الاكسجين ساتوريشن. لا الموضوع هنا مش كده، الموضوع هنا اللي زود الار بي سيز هو نقص الاكسجين. طب هي كلمه نورمال اكسجين ساتوريشن ده انا عمال اعلم علينا دي في النوع النص ده اللي هو المالجنسي دي مهمه ان انت تقولها يعني في الاورال او في ريتن، مهمه ان انت تذكرها تقولها جدا، من غيرها ما تقدرش تحت اي ظرف من الظروف تشخص بوليسايدينيا لو كمان. مفيهاش كلام. بعد يعني يعني انت لازم تعتمد على الكلمه دي في تشخيص البوليسايدينيا روبرا فيرا. ليه؟ عشان تحلف ان النوع ده زاد الار بي سي سي غير معتمد على نقص الاكسجين. فانت لازم تحلف ان الار بي سي زادت هنا اندبندنت اون يعني بصرف النظر عن نقص الاكسجين عشان تحلف انها مالجنسي. وعشان النورمال اكسجين ساتوريشن دي مهمه جدا ان الار بي سي زادت برغم ان مفيش هايبوكسيا، يعني عايز توصف لي بطريقه غير مباشره لا مالجنسي، من كتر ما النورمال اكسجين ساتوريشن دي مهمه حطوها في تشخيص النص ده بوليسايدينيا روبرا فيرا ميجر مش ماينور كرايتيريا. بنروح كده على الدايجنوز بتاع البوليسايدينيا روبرا فيرا وفي مربع وتلاقي ايهات وبيهات. طبعا باين من الكرايتيريا ان في ايه اللي هي كرايتيريا مهمه والبي كرايتيريا مش مهمه، ليست ميجر وماينور. فمن ضمن الميجر كرايتيريا A2 نورمال اكسجين ساتوريشن، عشان تقدر تحلف ان معنى كده ان حصل بروليفريشن الكانسر حتى في وجود نورمال اكسجين، برغم ان الار بي سي عشان تزيد لازم يبقى الاكسجين ايه؟ ناقص. حطوها ميجر كرايتيريا كويس، ده مهم جدا. انا بان عليا انا اهتميت جدا نورمال، انا بكرر نورمال اكسجين ساتوريشن، نورمال اكسجين ساتوريشن كويس. اذا كان الكلام ده مظبوط هتيجي بعد كده تقول في فروقات ثانيه او في فروقات ثانيه. هنا اللي زاد الار بي سيز فقط، هنا اللي زاد كله بس مينلي ار بي سيز. كمان في فرق كمان هنا، اذا كان الاكسجين ساتوريشن ناقص يبقى بيزود مين؟ اريثرو بوينتين، هو ده اللي زود الار بي سيز. يبقى انت لما تقيس الاريثرو بوينتين هنا تلاقيه ايه؟ عالي، والاكسجين ايه؟ ناقص. قيس الاكسجين هنا لقيته ايه؟ نورمال. طب قيس هنا اريثرو بوينتين في الماليجنس يطلع يا نورمال مالوش دعوه، مالوش دعوه، مش هو اللي زود الار بي سيز. الار بي سي زادت مالوش دعوه بالاريثرو بوينتين، زادت مالجنسي. يبقى يا نورمال يا ايه؟ يا ناقص. ناقص ليه؟ نيجاتيف فيدباك. لما بيحصل زياده في الدم بيعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن على الاريثرو بوينتين. يبقى هنا زايد، لكن هنا يا نورمال يا ايه؟ يا ناقص. هنا الاكسجين ساتوريشن ناقصه، لكن هنا الكرايتيريون ميجر نورمال. هنا الار بي سيز بس اللي زايده، هنا الار بي سيز وجايز بليتلتس وايت بي سيز. صح؟ يعني في فروقات. هنا في سبب، هنا مفيش سبب. طب واذا كان هنا في سبب يبقى اثناء العلاج تريتمنت، يبقى تريتمنت اوف كوز. لكن هنا مفيش سبب، امال العلاج يكون ايه؟ علاج الكانسر كيمو ثيرابي. مظبوط. ففي فروقات ولازم انت تذاكرها من منطلق مقارنه بين الاثنين، ان دي ليها سبب ودي مالهاش سبب، وان اهم حاجه في اللي ليها سبب هي كرونيك هايبوكسيا، وعلى راس القائمه كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. عشان كده في الدرس بتاع السي او بي احنا اهتمينا وقلنا في حاجه اسمها سكندري بوليسايدينيا. خلي بالك من الكلام ده، كلينيكال بيكتشر بيشنت يجي ايه؟ لما واحد عنده دم زياده فوشه احمر، بليفاريك فيس، بليفاريك يعني وشه احمر. فده واحد من اربع الوان بتدور عليهم دايما في كلينيكال اكزامينيشن، في اربع الوان هما ابيض واحمر وازرق واصفر. احمر هنا بوليسايدينيا يعني وشه بليفاريك نمره واحد نمره اثنين.
في عند العيان ده سيمتومز بتاعت هايبر فيسكوزيتي، في فيسكوزيتي زياده ولا ايه؟ يعني ايه ده؟ يعني الفيسكوزيتي بتاعت البلد زادت اللزوجه، لان الدم في البلد فيه ايه؟ هيموجلوبين زياده. فده عكس الانيميا، الانيميا الفيسكوزيتي بتاعت البلد نقص. هناك في الانيميا لما الفيسكوزيتي قلت اللزوجه قلت بقى الدم سريع، حاجه اسمها هايبر دايناميك سيركيليشن. وكان هناك الانيميا اشهر سبب للهايبر دايناميك سيركيليشن. هنا العكس، الفيسكوزيتي زايده. طب واذا الفيسكوزيتي زايده يبقى الدم سريع ولا بطيء؟ بطيء جدا. ستاجنيشن ستيزس، الفيلوسيتي بطيئه. تقدر تقول على زياده الفيسكوزيتي هنا بين قوسين هايبو دايناميك سيركيليشن. هايبو دايناميك يعني حركه بطيئه. ليه بطيئه؟ لان الفيسكوزيتي زياده فالدم تقيل ماشي ببطء شديد جدا. بدليل ايه في المعمل؟ ايه دليل اللي في المعمل في التحليل رايك يعني؟ يقول لك ان العينين عندهم بوليسايدينيا دول الدم بتاعهم بطيء، سلو سيركيليشن، هايبو دايناميك سيركيليشن. ان انت لو عملت هاي سيدمنتيشن ريت تلاقي الدم لما تحطه في الانبوبه يترسب بسرعه ولا ببطء؟ ببطء شديد جدا، فيري لو سيدمنتيشن ريت. لو سيدمنتيشن ريت الدم هنا بطيء جدا لان الفيسكوزيتي عاليه جدا وبيتسمى هايبو دايناميك سيركيليشن. طب واذا الدم ماشي في السيركيليشن ببطء يبقى البلاد سبلاي للتيشوز كلها كويس ولا وحش؟ وحش جدا. يعني في تيشو هايبو بيرفيوجن، كان العيان عنده لو كاردياك اوتبوت. طب هو عنده لو كاردياك اوتبوت؟ لا ما عندوش لو كاردياك اوتبوت، ما عندوش، لكن الدم ماشي بطيء فالتوزيع للتيشوز بطيء جدا. نمره واحد، المخ يعاني لان دم وصل له ببطء، هيدك بلاينج فيجن ديزنس وتندس. ممكن تلاقي باراستيزي يعني في نقص بلاد فلو مش سبلاي، فلو لان بطيء. على مين؟ باراستيزي يعني ابنورمال سنسيشن نتيجة هايبو بيرفيوجن اوف ذا فازا نيرفوزا اللي هي الدم الناقص للمين؟ للاعصاب. طب ناقص للقلب ديسنيا وبالبيتيشن وبريسيبيتيشن اوف انجينا. العين تلاقيها حمراء من جوه ومن بره نتيجة ايه؟ ستاجنيشن اوف ذا بلاد. هو وشه احمر ولا ايه؟ طب ما عينه حمراء. عينه حمراء اسمها لو عملت فحص قاع عين ريتنا تلاقي ريتنا الفين مليان بلاد. ولو بصيت على عينه من بره تلاقي، عارف ساعات تلاقي واحد مش نايم كويس تلاقي عينه حمراء جدا، ده عنده عينه حمراء جدا اسمها كونجكتيفال سفيوجن ودي فيري كاركترستيك. طب احمر لان في بلاد كتير زي ما وشه احمر، لان في بوليسايدينيا في دم زياده. الكلام اللي انا عمال اقوله ده كله بيحصل سواء في البرايمري بوليسايدينيا او في السكندري بوليسايدينيا. لكن انت لو عايز تكتب كلمه على السكندري بوليسايدينيا اكتب كلينيكال بيكتشر اوف كوز اكزامبل، خد كوز محترم. ممكن تكتب كوشين بس انا افضل تكتب سي او بي دي، نقطتين فوق بعض والسي او بي دي درس كبير قوي، اكتبها في سطرين اثنين او كلمتين اثنين. كف ديسنيا ويزنج هايبر انفليتد تشست، كف وديسنيا ويزنج وهايبر. شوف انا قلتهم في كام؟ ثلاث اربع كلمات. كف ديسنيا يعني كلينيكال بيتش اوف سي او بي دي اكزامبل، كف ديسنيا ويزنج هايبر انفليتد تشست. وبعدين انقل على كلينيكال بيتش بتاع بوليسايدينيا روبرافيرا واكتب جنبها مايلو بروليفيرتيف ديس اوردر يعني كانسر في دم بروليفريشن في البون مارو زي ما اتفقنا. اوف ذا ار بي سيز مينلي مش اونلي. نمره واحد البيشنت عنده هيباتو سبيرو ميجالي كالعاده هيوج سبيرو ميجالي. ليه هيباتو سبيرو ميجالي؟ ليفر سنين كبار ليه؟ حاجتين، اولا هيفلي انفلتريتد بمالينا سيلز، ثانيا بيشاركوا في التكسير لان مش عاجبهم السيلز، السيلز وحشه مش عاجباهم مالينا سيلز فبيكسروا السيلز. والاكتر واحد مش عاجبه هو السبلين، فخلي بالك دايما دايما السبلين هيفلي انفلتريتد بمالينا سيلز. طالعين منين المالينا سيلز؟ من اللي طلعهم اللي هو مين؟ البومر. وينفلتريت ديفرنت اورجانز من ضمنها ليفر وسبلين. هيفلي انفلتريتد بمالينا سيلز، ضيف على كده ان السبلين كمان مش عاجبه السيلز دي فبيكسر هيوج سبلينوميجالي. وانت مغمض اي مرض مايلو بروليفريتيف ديس اوردر تلاقي فيه هيوج سبيرومجالي. كمان البيشنتس دول عندهم بيبتيك ألسر وجنرالايز اتشنج برايتس. بيبتيك ألسر دي يعني في قرحه، بيجيلهم قرحه في المعده دول لان بيبقى عندهم زياده اتش سي ال وده طالع من سيلس من بسبب زياده الهيستامين. عارف ومبدئيا يعني الهيستامين ده بيزود اتش سي ال طبعا. انت انزل الصيدليه في دواء اسمه زانتاك، سمعت عنه؟ الرانيتيدين ده انتي هيستامينيك ولا ايه؟ طبعا. اتش 1 بلوكر ولا اتش 2 بلوكر؟ اتش 2 بس هو انتي هيستامينيك بيبلوك الهيستامين ريسبتور نمره 2. طب يعني معنى كده انه بيقلل اتش سي ال؟ طب يعني معنى كده ان الهيستامين بيزود اتش سي ال؟ طبعا. طب الهيستامين هنا زاد ليه؟ زاد فعامل زياده اتش سي ال عملت قرحه انظر. طب هو الهيستامين ايه اللي زوده؟ طالع من سيلز بتزود الهيستامين. مين دي السيلز اللي زايده هنا وبتنتج هيستامين؟ بيزوفيلز وماست سيلز. طب هم دول بيلونجينج لاي خط؟ الابيض، الخط الابيض. حد يعترض؟
يقول طب ما احنا ما قلناهوش في اللوكيميا. بس خلي بالك خلي بالك ممكن اكون نسيت جلد بنات ممكن طبعا، لكن الحقيقه ما قلناهوش في اللوكيميا وما نسيناش. ولو نسيت اقول لك نسيت وفكرني. اه لا ما قلناهوش. لا ما قلناهوش. ليه ما قلناهوش؟ لان هناك ما كانش فيه بيزوفيلز الا نادرا، لان احنا قلنا مين يا نيوتروفيلز يا الليمفوسايتس. قلنا حكايه ان اللوكيميا تمسك في البيزوفيلز او في الايزوفيلز او في المونوسايتس فيري رير في الحصه بتاع البروجيكتور، يا نيوتروفيل يا الليمفوسايت. طب هنا في كل الوايت بلاد سيلز، مش بالذات نيوتروفيل ولا الليمفوسايت، ده هنا في كل الوايت بلاد سيلز شامله البيزوفيلز. فما استغربش لو كان البيزوفيلز هنا فيها مالينت بروليفريشن، واذا كان فيها مالينت بروليفريشن هتطلع استانين، واذا طلعت استانين هيزود اتش سي ال هيعمل قرحه في المعده، والاستانين الزياده ده برضه بيعمل اريتيشن في الجلد فبيعمل هرش. انت لو تسمع عن واحد عنده تاكيكاريا يهرش مش عنده ده زياده استانين بياخد ايه؟ تديله دواء ايه؟ تديله دواء انتي استانينك ولا اتش اي؟ اتش 1 ولا 2؟ اتش 1 بلوكر بياخد انتي استانينك. طب هنا الاستانين بيزيد، عمل قرحه في المعده وعمل جنرالايز اتشنج. حاطه دايما الامتحان الاورال، انا هخرج عن الدرس لحظه. اسباب الهرش العام كوزز اوف جنرالايز اتشنج، لو قلتها ما تقوليش تحت اي ظرف من الظروف اسباب السكين. وانا مالي انا مالي اسباب السكين تقولها في امتحان الجلديه معلوماتك على السكين مفيش مفيش فعلا خالص. وانا مالي ده جايتك بتقولي اشرح لي نساء ولاد. هي 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 بالظبط ده في ديبارتمنت اسم جلديه كل علاقتنا فيه في البطنه حاجه واحده ان النجم على النمر بتاعته على النمر بتاعتها. هو ليه بيجمعوا مع بعض؟ بس اتكينا عليها فبس علاقتنا بيها ده النجم على النمر، لكن ده اسم تاني خالص. معلومات في السكين لا تذكر، اعرف بعض الحاجات اللي ريليتد للبطنه بس من ضمنها ان انت تتسال اسباب الهرش العام. يقول لك الامراض الجلديه اللي فيها الهرش ده كل الامراض الجلديه دي عشان انا مش عامل قال ليها دعوه بامراض البطنه اللي فيها هرش عام. خدنا واحد بس قبل النهارده روكوجينيك كارسينوما صح؟ لا البارامالينمنت روكوجينيك كارسينوما كان عنده جنرالايز اتشنج وده نمره اثنين. خلي بالك بقى هتروح كاتب كده اسباب الجنرالايز اتشنج نمره واحد روكوجينيك كارسينوما وتقول مش نمره واحد في ترتيب الاهميه، لا طبعا نمره واحد لان احنا خدناه اول واحد بس مش هو طبعا اهم واحد. وتقول عليه بين قوسين بارا ماليجنت. ادي واحد اثنين خدنا ده النهارده بوليسايتيميا روبراتيرا وسطت هيستامين. السنه دي برضو ان شاء الله في الجي اي تي السنه الجايه في الجراحه بتاخد جوندس وسطت بايل سولتس. زيادة الهستامين بتخلي هرش. بارا مالينا بيعمل هرش. البايل سولتس فيري اريتيتف على الجلد. ومين دي الجوندس؟ ما خدناش بس معلومات عامة يعرفها أي واحد ماشي في الشارع. مين دي الجوندس؟ اللي فيها زيادة بايل سولتس لدرجة تهرش. اوبستراكتيف ولا هيباتو سيلر ولا هيموليتيك؟ بالتأكيد مش هيموليتيك. هي يا اوبستراكتيف يا هيباتو سيلر. وفي غلطة شائعة لابسة في مخك ما بتطلعش. إن اللي بيعمل هرش عام في الجوندس هو اوبستراكتيف فقط. غلط. غلط. خلي بالك. اوبستراكتيف او هيباتو فيلر بص زياده بس ما يكون زياده يعني جلوكوز السكر اريتيتف على الجلد. سمعت عن دايابيتك بيشتكي من هرش عام؟ ايوه رينال فيلر بوستد توكسنز اوف يورينيا. تلف التوكسنز دي في الجلد وتعمل اريتيشن على الجلد ويهرش هرش عام. جنرالايزد اتشنج هايبر بارا هيكون هايبر بارا ايه يعني؟ ثايرويديزم هايبر بزياده الباراثورمون بواسطه كالسيوم. الكالسيوم ده فيري 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 اريتيتف اريتنت جدا. يروح على العين يعمل قرح في العين، يروح على الجلد يعمل اريتيشن في السكين ويعمل جنرالايز اتشين. اذا قلنا دول يبقى نسال فيهم ان شاء الله المره الجايه. انت عارف لما نسال في الامتحان في الحصه بسال في اي حاجه طلعت من بوقي دي من ضمن الحاجات كوز او جنرالايز اتشين بحضرها دايما للامتحان الكلينيكال كمان. طب هنا في اتشين بواسطه هيستامين كلينيكال بيكتشر بتاع بوليسايدينيا روبرا فيرا افتكر. طب احنا ليه ما قلناش الاتشين ده ليه ما يتحطش تحت عنوان سكندري بوليسايدينيا؟ لان سكندري بوليسايدينيا ما فيهوش زياده وايت بلاد سيلز. امال في زياده ايه؟ سوري ار بي سيز فقط. لكن هنا في زياده وايت بلاد سيلز. نمره واحد، نمره اثنين كومبليكيشنز. البيشن ده يبقى كومبليكيتد بايه؟ اول حاجه هايبر يوريسيميا. اليوريك اسيد زياده قلناها المره اللي فاتت دي. ليه بقى اليوريك اسيد زياده؟ انكريز تيشو تيرن اوفر بيزيد فيرين زانتين. يروح على اليوريك اسيد تديله دواء الوبرينول. اثنين سيستميك هايبرتنشن نتيجة زيادة الفيسكوزيتي بيعمل بريشر اوفر لود. احنا خدنا اسباب السيستميك هايبرتنشن. سكندري هايبرتنشن كان كام في المية سكندري كام في المية برايمري؟ 5% سكندري. كان في رينال كوزس اندوكراينال كوزس نيورولوجيكال كوزس دراجز مالناش دعوة. في حاجة تانية
كانوا ضمن حاجات ثانيه سكندري بوليسيدينيا قصدي عموما ولا لا؟ بوليسيدينيا لان في زياده فيسكوزيتي بتاع البلد. بليدنج وثرومبوزس. الله يعني العيان عنده حاجتين عكس بعض وانت مغمض. كل انواع الميوكوليفريتيف ديسوردرز فيهم ثرومبوزس وبليدنج. طبعا المره اللي فاتت قلنا السي ام ال كان في ثرومبوزس لانه عنده اتجاه للجلطات وفي نزيف لان في بليتلتس ناقصه. طب هنا بليتلتس مش ناقصه. ده البليتلتس زايده ينزف ليه؟ لان البليتلتس اللي زايده دي نورمال ولا مليجنت؟ مليجنت يعني وحشه. فالبليتلتس اللي زايده دي زايده على الفاضي، الفانكشن بتاعها وحش. طب لما يكون البليتلت الفانكشن بتاعها وحش هتقدر تعمل بليتلت اجريجيشن؟ لا ما يقدرش يعمل بليتلت اجريجيشن ينزف. طب ثرومبوزس ليه؟ لان في زياده فيسكوزيتي. انت لما تقول زياده فيسكوزيتي يبقى انت بتوصف الدم اللي ماشي انه بطيء ولا سريع؟ بطيء جدا. في معلومه اي واحد ماشي في الشارع يعرفها، لو البلد ماشي ببطيء بطيء يجلط، صح ولا غلط؟ صح جدا. ليها استثناء؟ ليها استثناء؟ ملهاش استثناءات ابدا. لو الماشي الدم ماشي بطيء يجلط من غير استثناءات. ليه يجلط لو ماشي بطيء؟ ما قلناهاش، نشرحها ان شاء الله في درس البليدنج. بس في كلمه اسمها كونتاكت، بيزيد احتكاك الدم، الدم بيحتك بالفيسل وول في وقت، ياخد وقت ايه يحتك في الفيسل وول؟ اطول ولا اقصر؟ اطول. احتكاكه في الفيسل وول ده بيخليه يجلط، ازاي؟ ما قلناش. يبقى النمره واحد زياده فيسكوزيتي، يعني البلاد فلو بطيء. البلاد فلو البطيء ده بيدي فرصه للجلطه. طبعا انت ممكن هنا تضيف برضه ان طالما بلاد ماليجنسي يبقى زيه زي اي ماليجنسي، بيطلع سايتوكاينز من النوع البرو كواجلنس، يعني بينشط الكلوتنج سيستم. طب شوف بقى، ده درس من الدروس اللي فيها ثرومبوزس وبليدنج. واحنا قلنا قبل كده ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك مش فاهم، بحب اكرر ثرومبوزيسمال نوكترنال هيموجلوبينوريا. الحصه اللي فاتت قلت كرونيك مايلويد لوكيميا، والنهارده بقول بوليسايدينيا روبرافيرا واي حاجه مايلو بروليفريتيف ديسوردر هنجمعهم ان شاء الله. بس خلي بالك مكتوب في الكتاب ثرومبوزس ستروك، طبعا اكزامبل ستروك ممكن تقول اي حاجه ثانيه. ستروك بيجلط فين؟ ان البيشن ده بيجلط في وقت غريب في مكان غريب. يعني ايه؟ انت المفروض انت تعمل ثرومبوس. الانسان الطبيعي امتى يعمل ثرومبوس؟ انت لما تكون محتاجها. امتى تحتاج الجلطه؟ لما تتعور خلاص. يبقى انت لو اتعورت هنا يبقى الجلطه تبقى هنا. امتى؟ لما تتعور. هنا لما تتعور يبقى مكانها زمان. لكن العيان مش كده. العيان من غير ما يتعور بيعمل جلطه في اي مكان ومش محتاجها. يعني مكان غريب وقت غريب والجلطه دي تموته ممكن. ولو العيان اللي عمل جلطه ده في مكان غريب وقت غريب ليه اتعور؟ ينزل حتى الموت. ما يلاقيش الحاجه اللي توقف له النزيف. عنده حاجتين. عنده اتجاه للجلطه واتجاه للنزيف. حاجه في منتهى السوء لان بتتسمى when the bleeding patient clots. يعني عنده حاجتين عكس بعض. دي من ضمن الاسباب. خلي بالك ليه كالبيكتشر بتاع بوليسايزينيا روبرا فيرا. هم ليه سموها روبرا فيرا؟ روبرا يعني احمر. فيرا بالطلياني يعني ترو. ترو بوليسايزينيا يعني مالجنسي فعلا. مش نتيجه سبب. ترو حقانيه ترو بوليسايزينيا. مقصود بيها مالجنسي مش مقصود بيها يعني لا مقصود بيها مالجنسي. طيب الاول انا اقول انفستيجيشنز وبعدين اقول اهمهم. نمره واحد هنعمل صوت دم كله زايد. الار بي سي اكتر من 6 مليون هي المفروض حوالين 5 مليون. الواي بي سي تزيد عن 12000 هي المفروض ما تزيدش عن 11000. البليتس اكتر من 400000 هي اكتر هي 400000. السؤال بقى هنا لو لقيت الثلاثه زايدين يبقى بوليس زايدين يبقى روبرا فيرا، ولو لقيت سكندري بوليس زايدين يبقى مين زايد؟ ار بي سي فقط. بنفس المنطق لو عملت بومر اكسامينيشن الاقي الثلاثه زايدين تبقى مالجنسي. نعمل سيجمنتيشن ريت نلاقيها ناقصه. نعمل ريت سيل ماس نلاقيه زايد اكثر من 36% و32%. لو قال لك بيتعمل ازاي قول له تكنيكالي بيتعمل بريديو اكتف ستادي. اتفضل عندي بعد كده تفرقه بين البرايمري والسكندري قلناها دي اوكسجين ساتوريشن وريثروبويتين. الاوكسجين ساتوريشن نورمال في البوليسايدينيا روبرا فيرا وناقصه في السكندري بوليسايدينيا، والاريثروبويتين زايد في السكندري بوليسايدينيا ونورمال او ناقص في البوليسايدينيا وناقص بي نيجاتيف في باس. اتفضل عندي لابوراتوري انفستيجيشن دايما اقول لهم سيرم يوريك اسيد زايد ليه؟ عشان طالع من تيشو تيرن اوفر زايد. البي 12 زايد صح ولا غلط؟ ليه بقى؟ انا طالع من ايه ده؟ من خط النيوتروفيلز. طب هنا مين اللي زايد؟ كل الوايت بلاد سيلز من ضمنها النيوتروفيلز ليمفوسايتس بيزوفيلز حتى البيزوفيلز زود الهيستامين كله زايد الوايت بلاد سيلز. طب يطلع بي 12 زياده والال اي بي زياده باختصار ايه ده؟ سيرم الكترايت فوسفيت غلط؟ هتغلط. مالوش دعوه بالسيرم ده بيقيس عنده القدره في المعمل يقيس الالكالين فوسفيز جوه النيوتروفيل زايده. طب زايده ليه هنا؟ دي بلاد مالجنسي. البي ستراكشرلي السيل دي فيها ولا ما فيهاش مواصفات مالجنسي؟ فيها. يعني حصل فيها تغيرات سرطانيه. من ضمن التغيرات هنا ان الليكوسايت الكالين فوسفاتيز زياده عكس بالظبط 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 الكونيك مايلويد لوكيميا. طب وايه اللي خلى المالجنسي كونيك مايلويد ينقص واللي هنا يزيد؟ الله اعلم. دي بلاد مالجنسي. مرة امبارح قلنا
ان الليكوسايت الكالين فوسفاتيز ده بيزيد برضه في الاماتيور سيل، لان السيل الاماتيور نسبه الكالين فوسفاتيز فيها عاليه، كل لما تروح ناحيه ماتيور كل لما تقل. مرضين اثنين على مستواك بيزيد فيهم الليكوسايت الكالين فوسفاتيز، حاجه مش مالجنت اللي هي الليكوميد رياكشن، وحاجه مالجنت اللي هي البوليسايتيميا روبا فيرا. وعلى مستواك انت برضه مرض واحد بيقل فيه الليكوسايت الكالين فوسفاتيز اللي هو سي ام ال، برغم ان المره اللي فاتت انا قلت ان السي ام ال دي الليكوسايت الكالين فوسفاتيز فيها ناقص، الا ان ده ما كانش اهم انفستيجيشن، كان اهم انفستيجيشن دايما بوم مارو بايوبسي. هنا اهم حاجه على الاطلاق ان انت تقيس بات سيل ماستر اي اكتر من 36% و32%. خلي بالك من حاجه في الامتحان دايما لازم يسال كرايتيريا بوليسايدينيا روبرا فيرا. اول حاجه البوليسايدينيا روبرا فيرا دي بلاد مالجنس، ثاني حاجه يتابع عنوان مايلو بروليفريتيف ديس اوردر. يقول لك يعني ايه كلمه مايلو بروليفريتيف ديس اوردر؟ قول له ديس اوردر يعني مرض، بروليفريتيف يعني بروليفريشن لمالجنت سيلز، مايلو يعني بون مارو، وده واحد من اربع اعضاء في المايلو بروليفريتيف ديس اوردر. ده تاني واحد نقوله. المره اللي فاتت في السي ام ال كان بروليفريشن المايلويد سيريز اللي هو نيوتروفيلز، هنا ار بي سيز مينلي لكن فيها بليتلتس وفيها وايت بي سيز. لما تيجي تشخصها تلاحظ مكتوب في مربع ميجور كرايتيريا اللي هم الاي هات وماينور كرايتيريا اللي هم الدي هات. الميجور كرايتيريا كرايتيريا نمره واحد ان الريد سيل ماس زائد اكتر من 36% و2 طبعا مللتر بير كي جي، لان ده بيقيس فوليوم مقارنه بالبودي ويت. راديو اكتف ستادي ريد سيل ماس ده ميجور كرايتيريا اسمها اي 1، اي 2 نورمال اوكسجين ساتوريشن، اي 3 هيوج تيوميري، ده هنا هيفي انفلتريشن وسبليت بيكسر كمان. طب هو الترتيب الايهات مهم؟ اه، ما ينفعش تلخبط ترتيب الايهات بالعافيه قوي 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 قوي، ولو انها مش صح برضه اقبل ان انت تلخبط ترتيب الايهات، لكن ما اقبلش انك تلخبط ترتيب الايهات. ليه؟ هقول لك بعد شويه. البي 1 هتلاقي ان البيشنت ده عنده بليتلت زايده اكتر من 400,000، وايت بي سي زايده اكتر من 12,000، ليكوسايت الكالين فوسفاتيز زايد قلنا تبع شويه من البوليسايدين روبرا فيرا اكتر، مش هنمشي اكتر. التاني البي 12 زايد، طب البي 12 بيطلع هنا زياده، دي كرايتيريا اقل اهميه. طب ليه الترتيب ده مهم؟ لان انت عشان تقول ان العيان ده تحلف ان عنده بوليسايدين روبرا فيرا لازم يبقى يا اما الثلاث ايهات موجودين اللي هم اي 1 او اي 2 او اي 3. طبعا هنا في منظمه لدراسه البلد اجتمعت وقالت لازم الكرايتيريا دي ثلاث ايهات مع بعض، يا اما لو هتجمع هتوفق ما بين الايهات والايهات يعني ميجر وماينور، لان الايهات ميجر والايهات ماينور، يبقى عايز 2 اي و2 بي على شرط ال2 بي اي 2 بي. لكن لما تيجي تختار 2 اي تختار اهم 2 اي اللي هم اي 1 واي 2، عشان كده اي 1 واي 2 اهم من اي 3. وعشان كده قلنا ان كلمه نورمال اوكسجين ساتوريشن على اعلى درجه من الاهميه. تقدر بناء على المكتوب تحت ده سؤالي ليك، تقدر تشخص بوليسايتيميا روبرا فيرا في غياب نورمال اوكسجين ساتوريشن؟ لا ما تقدرش. You are not justified to diagnose polycythemia rubra vera in the absence of normal oxygen saturation. ما تقدرش تشخصها في غياب increased red cell mass. اللي اجتمعوا وعملوا الكريتيريا دي اجماع عليها. طب ده الكريتيريا مظبوطه. مره في الرماتيك فيفر خدنا حاجه اسمها modified Jones او revised Jones criteria. في الانفكتيف اندوكارديتس في modified Duke's criteria، ودي كانت ممكن تتشخص من غير major criteria، لان كان في هناك ممكن خمسه minor. هنا لا، هنا في ثلاثه major لوحدهم، يا اما اثنين major واثنين ماينور. ممكن هنا استغنى عن الماينور خالص لو عندي ثلاث ايهات موجودين. افتكر كويس، لازم الترتيب ده، لازم الترتيب ده اهم اثنين اللي هم اي 1 واي 2. الكرايتيريا بتاعت كل سليمه الاخرى فيها في الكوره اللي يسال فيها. اتفضل عندي اخر حاجه، ازاي نعالج البيشنت ده؟ تريتمنت نمره واحد سكندري. طبعا انت هنا فرق ال برايمري سكندري ولا ايه؟ برايمري من سكندري. سكندري نمره واحد تريتمنت اوف ذا كوز. اكزامبل تريتمنت اوف سي او بي دي. يعني سي او بي دي هو اي حاجه بالعدد عنده دم كتير، طب ما تشيل منه دم. انت لما تشيل منه الدم يعني فيني سكشن، بنقعد نعمل كده نسحب بلاد عشان نحافظ على الهيماتوكريت نورمال اللي هو 5 الهيماتوكريت نورمال 45%. هو ان انت تسحب منه دم ده ريبيت فيني سكشن ده شفاء؟ لا، امال الشفاء ايه؟ تريتمنت اوف ذا كوز. امال انا بعمله ده سيمتوماتيك تريتمنت. نفس الفكره فوق في البرايمري، هقعد اعمل سيمتوماتيك تريتمنت اسحب منه دم عشان ما يتعبش من هايبر ايه؟ فيسكوز، لحد لما اتعالج السبب. طب هو علاج السبب ايه في البرايمري؟ برايمري مالوش سبب. امال ده ايه؟ ده كانسر، يبقى انتي كانسر. وانتي كانسر يعني كيمو ثيرابي. والكيمو ثيرابي هنا هيدروكسي يوريا ده دواء نمره واحد واثنين لحد 10 مش موجود، يبقى البديل بتاعه بوسلفان او ريديو اكتف فوسفورس زائد تريتمنت اوف كومبليكيشنز. تريتمنت اوف كومبليكيشن اكزامبل احسن حاجه انا احب اقولها الوبرينول للهايبر يوريسيميا. الوبرينول الهايبر يوريسيميا ده بلاد مالينسي، ده ثاني عضو من اعضاء المايو بروليفريتيف ديس اوردرز. بوليسايدينيا روبرا فيرا من اهم دروس الكتاب على الاطلاق. لما دخلت لما كنت في البكالوريوس كنت باخد درس بطنه، ما خدتش في بطنه وجراحه بس. انا كان ايامينا